دار السيطرة المركزية للتاهين من قبل منتسبي العتبة العباسية، منتسبي العتبة الحسينية، من قبل منتسبي وزارة الداخلية، من قبل متطوعين لديهم خبرة كبيرة في التعامل مع الأطفال وكبار السن المفقودين وذوي الاحتياجات الخاصة. هاي السيطرة أهميتها أنه تربط المراكز، جميع المراكز المنتشرة بالمحاور الخارجية والداخلية عبر النداءات، إضافة إلى عملها أنه على نظام إرشاد التاهين اللي هو مرتبط بكل المراكز اللي موجودة عندنا.